صباحكم بألف خير مشاهدينا، بداية عالم الصباح لليوم الجمعة، بتأمل تكونوا كتار موجودين ببيوتكم حتى يمكن بأماكن عملكم وعم بتتابعونا. اليوم عندنا كثير من المواضيع طبعا رح نحكي فيها، انما وقتنا رح بيكون شوي قصير، رح نختم احنا وياكم حوالي الساعة 12 الى 10 بتوقيت بيروت. بهالوقت بدي رحب بشيف شادي، قال له صباح الخير، بلشت عنده التحضيرات من بكير لحتى اليوم يقدر يلحق. صباح الخير. صباح الخير غادة، صباح الخير لكل المشاهدين، لكن مثل ما سمعوا المشاهدين اليوم ينتهي على الساعة 12 الى 10. سو رح يكون عندي من 11:24 فقرة طويلة للساعة 12 الى 10 سوا اذا قدر. ان الله راد. اليوم اكيد بدي أذكر المشاهدين أنه أي موضوع حابين دايما أنه يطرحوه، أي مشكلة حابين أنه نطرحها نحن بعالم الصباح، كل وسائل التواصل موجودة وهي بخدمتكم، إن كان عبر الإيميل، عبر الواتساب، كمان في عنا رقم خاص، في عنا سؤال يومي عبر الفيسبوك. اليوم السؤال له علاقة بلبنان، حبيت هيك بركي أنتوا حابين يمكن تتوقعوا من جهتكم، إمتين معقولة بلبنان يصير في عنا رئيس للجمهورية؟ شو حابين تتوقعوا؟ بعد شهر، بعد اثنين، بعد ثلاثة؟ شو الأجواء؟ شو توقعاتكم الخاصة وتحليلاتكم حول هالموضوع؟ يا ريت كمان تشاركونا فيها، إيه ليش لا؟ مش بس نخلي السياسيين يحكوا بهالمواضيع، بركي نحن عنا وجهة نظر بما يختص برئيس الجمهورية يلي حابين إنه يجي اليوم قبل بكرة ونرجع شوي نستقر أكثر وأكثر بلبنان. على كل حال، شو هي المواضيع يلي رح بتكون اليوم لغاية الساعة 12 إلا 10؟ خلينا نشوف سوا. بحالة اليوم من عالم الصباح منتابع لابراج مع كارمن، عرض أزياء إلي صعب لربيع وصيف 2015 مع هادية بعالموضة، رفض الرجل للمرأة المتسلطة مع مايا ببيت بيوت، وبخصوص الجمال مع جين هدايا عديدة بمناسبة الفالنتاين، ورشة ملح مع الشيف شادي على الهمور مع صلصة البيستو الحمراء. بجميع الأحوال فقرتنا اليومية اللي دايما ما بتغيب وبتنطروها لحتى تعطيكم هيك نفحة إيجابية إن شاء الله تكون لكل الأبراج، رح ننتقل سوا عند كارمن ونسمع حظنا لليوم. صباحكم بالخير، يوم الجمعة 6 شباط فبراير، يوم القمر بعده مرافقنا لليوم الثاني على التوالي من برج ترابي برج العذراء، وبعد الأجواء حلوة للأبراج الترابية. كيف رح بيكون نهارنا؟ بنبدأ مع برج الحمل. بالنسبة لك اليوم مولود برج الحمل، على الأرجح في عجقة انشغالات عائلية مهنية، ممكن يكون اجتماعية أيضا. هذا نهار بتكتشف فيه أنه لحالك ما رح يزبط الشغل، وأنه يمكن ضروري أنك تستعين بأهلك، بأحبائك، أو حتى بجيرانك، وبعتبر الأوفر حظا 8 و9 نيسان أبريل. ننتقل لبرج الثور. نهار آخر إيجابي ضمن هالفترة المتعبة شوي المتطلبة، نهار حلو، نهار إيجابي، نهار بيسمح لك أنه تمد إيدك للآخرين، بيسمح لك أيضا أنك تتفاعل معهم وتتفاهم معهم. هذا نهار حلو للمصالحة وأيضا لتقوي قلبك وتاخد خطوة. 4-5-6 أيار مايو الأكثر حظا. منكمل مع برج الجوزاء. مولود برج الجوزاء هذا نهار بدك تطول فيه بالك عحالك، أول شيء ما تنرفز من حالك، هذا نهار بدك تركز فيه على شغلك، لأنه معقول يصير فيه شوية تشتت بالأفكار وبالطاقة. نهار كتير حلو للسفر أو للعودة من سفر. بيبقى المولود يلي معقول يكون عنده بعض المعاكسات والانزعاج 24-25 أيار مايو. منكمل مع برج السرطان. مولود برج السرطان نهار جيد جدا لحتى تفصح عن رأيك الاجتماعي مع الأهل مع العيلة، بالنسبة لمعاملة معينة منك كتير راضي عنها. الأجواء بتحمل سرعة خاطر وسرعة بديهة، كما أنه اليوم مولود برج السرطان على الأرجح ما بيهدأ بمكانه، دايما عم بيتنقل من مكان إلى آخر. بيبقى الأكثر حظا 3-4-5 تموز يوليو. منكمل مع برج الأسد. نهار جيد لكل أنواع الصفقات التجارية، المعاملات التجارية، للتسوق، يعني اليوم بدك تنزل على السوق على الشوبينج مول، بدك تعمل حسابك أنه يمكن يكون في إكسبنسز مصاريف إضافية. نهار أيضا يمكن تلتقي فجأة فيه بشخص بده منك يا خدمة، يا أما بده يطلب منك أنك تساعده، ترد له دينه، أو بيطلب منك قرض ما.
يمكن انت تروح على البنك مثلا وبتطلب قرض ما او تبلش تفكر باموالك. اليوم كل شيء يتمحور حول الاموال والمصاريف. الاكثر عرضه لبعض الانفعالات هو مولود 19 اب اغسطس. ننتقل لبرج العذراء. نهار كثير مميز لبرج العذراء لانه القمر ببرجك، وبالتالي انت شخص قادر انك تحلل الامور، تشوف الامور بوضوح وتاخذ قرار. عم تطلع من مرحله المراوحه، عم تتقدم نحو الشغل، يمكن تستلم موقع جديد او تاخذ قرار كثير مهم بخصك انت شخصيا، صحيا او حتى مهنيا. انتبه فقط من الانفعالات مولود 13 و14 ايلول سبتمبر. بنكمل مع برج الميزان. مثل ما قلت لك امبارح مولود برج الميزان هيدا نهار كتير بطيء، هيدا نهار ما في جواب شافي، وبالتالي معقول اذا انت كتير حطيت سقف عالي لتوقعاتك بتفشل، بتخذلك وبتزعل. الاجواء اليوم بتقول لك انتبه من المحتالين، انتبه ما تضيع اغراضك، انتبه ايضا من بعض التاخير في المعاملات وايضا في الحجوزات. يلي عنده ظرف ايجابي او سلبي هو 4 و5 اكتوبر تشرين الاول. بننتقل لبرج العقرب. مولود برج العقرب نهار كثير حلو لتتسلى فيه، لانه الجو العام هيك بتحسه شوي متوتر، شوي مزعج، وبالتالي انت بحاجه ترفع عن نفسك، واليوم هيدي اليوم بيعطيك فرصة والوقت سانح، نوعية الوقت اليوم حلوة للتسلية، فما تبقى لحالك، حتى ولو كنت بالمكتب، اليوم نهار جيد لحتى تحط ايدك بايد الاخر. 3-4 نوفمبر تشرين الثاني الاوفر حظا. بنكمل مع برج القوس. في ضغط عند مولود برج القوس، يمكن يكون من العائلة، من خيك، من بيك، يمكن يكون من الشغل، في ضغوط متنوعة عند مولود برج القوس، وبيحس حاله انه مبارح اليوم وبعد في بكرة انه ضغط ضغط، ما عم تقدر ترتاح. مطلوب من مولود برج القوس انه ياخذ الامور على الهدى، واهم شيء ما تخلي انه التوتر هو يسيطر، وبالتالي بدك تنتبه انه ما يكون في عندك ردات فعل قوية او كلام جارح. الاوفر حظا 10-11 كانون الاول ديسمبر، الأقل حظا 25-26 نوفمبر تشرين الثاني. نكمل مع برج الجدي. اليوم مولود برج الجدي تعتبر من الأبراج القوية والمحظوظة، الأجواء كتير حلوة، بتحمل لك تقدم وتحمل لك أيضا انفراجات كبيرة. أي مشروع حابب أنت تطرحه اليوم بتلاقي كل الدعم، احتمال أيضا أنك تسافر أو يمكن تستثمر بسفرة، برحلة، أو حتى يمكن بكتاب، ليش لا؟ بعتبر الأوفر حظا 2-3 كانون الثاني يناير. ننتقل لبرج الدلو. بالنسبة لبرج الدلو، من بعد ما مر عليك يومين صار في يمكن خناق أو صار في جدال أو مشكل، اليوم نهار لتصليح الأمور، لتصحيحها، للمصالحة، لتقريب وجهة النظر، ولبعض المجاملة والمسايرة لحتى تقدر تكمل الشهر بسلام. 2-3-4 شباط فبراير الأكثر حظا. ننتقل لبرج الحوت. مثل ما قلت لك امبارح وبعد في اليوم وبكره الاجواء كثير ضعيفه، وبعتبرها من اقل ايام الشهر حظا، ممنوع المجازفه، ممنوع اتخاذ قرارات، من المستحسن انك تنطر لتوصل اول شيء الشمس لبرجك او ليتحسن وضع القمر. الاجواء اليوم ما فيك تراهن عليها، بعد عن مشاكل سفر سني. بشكل خاص المعرض للمشاكل هو مولود 8-11 اذار مارس. بختم مع مولود اليوم. بانتظار مولود اليوم سنة كتير مهمة بتنشغل فيها بأكثر من دوسيه، بأكثر من ملف، بأكثر من انشغال مهني دراسي أيضا، يمكن بدك تمضي ورا أوراق كتير مهمة خلال هالسنة، فجأة بيطلوا عليك إذا كان الوضع جيد بيطلوا عليك بشهر جيد، إذا كان الأمر عاطل أو ضاغط بيطلوا عليك بشهر سلبي. أفضل الأشهر شباط فبراير حزيران يونيو وأكتوبر تشرين الأول. هذه كانت الأبراج لليوم، أتمنى لكم نهار حلو، إلى اللقاء بكرة أبراج جديدة، باي باي. مرسي لك كارمن. إذا كانت هذه بداية عالمنا الصباحي لليوم، رح ناخد بريك صغير، من بعدها نرجع منتابع وبتنضم لنا هادية ومنصير مع الموضة.